حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. موقع إخباري دولي يقول الحوثيون يحكمون اليمنيين بقوانين لا توجد في أي دولة بالعالم. ميليشيا الحوثي تعتقل لاعبا معروفا في الحديدة بسبب رسالة. محتجون في تعز يتهمون أبو العباس باستهدافهم بأسلحة ثقيلة. وصحيفة العرب الجديد تتحدث عن انتصار الحكومة اليمنية في قضية سقطرى. أهلا بكم. تعيش ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة حالة ذعر غير مسبوقة جراء الانتصارات الكبيرة التي تحققها قوات المقاومة في الساحل الغربي بإسناد من قوات التحالف العربي، وعنون موقع يمن الغد في صفحته الرئيسية. الميليشيات تفر من الهزائم إلى حملات اعتقال طالت أنصارها. وقالت مصادر محلية إن الميليشيا الانقلابية كثفت من حملة الاعتقالات في محافظة الحديدة خشية انتفاضة من الداخل بالتنسيق مع قوات المقاومة الوطنية وألوية العمالقة التي تخطط للزحف لتحرير المدينة ومينائها الاستراتيجي. وقال الموقع إن الميليشيات أقدمت على اعتقال رياضي معروف في الحديدة بعد أن نشر رسالة في مجموعة واتساب قال فيها الجماعة قادمون. وإفقا لمصادر فقد قام أحد أفراد الجروب الرياضي الموالي للجماعة الانقلابية بالإبلاغ عن اللاعب محمد داود الجمل، حيث تم تفسير رسالته بأنه يقصد قوات المقاومة التي تحقق انتصارات نوعية في الساحل الغربي. تساؤل مهم يطرحه الموقع بوست في تقرير خاص بتطورات الأحداث بسقطرى اليمنية، وعنون الموقع قوات سعودية في سقطرى، هل تحل مشكلة السيادة اليمنية على الجزيرة؟ وقال الموقع إن المملكة العربية السعودية أرسلت لجنة عسكرية بعد فشل المحاولات السابقة لاحتواء الأزمة بين الحكومة اليمنية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضحت مصادر حكومية لوسائل إعلام بأن اللجنة ستباشر الإشراف على عملية استلام وتسليم بين الجانب اليمني والإماراتي. ويقول الموقع بوست منذ أيام تشهد سقطرى توترا بين اليمن والإمارات بعد إرسال الأخيرة قوات تابعة لها سيطرت على ميناء ومطار الجزيرة أثناء تواجد الحكومة، ورفضت مختلف القوى السياسية باليمن ذلك التصعيد واعتبرته يمس بالسيادة الجمهورية ويزج بالجزيرة في أتون الصراعات التي بقيت بمنأى عنها طوال أكثر من 3 سنوات. وكانت السعودية قد أوفدت لجنة عليا إلى جزيرة سقطرى من أجل التوصل إلى حل للأزمة بين البلدين، لكنها فشلت في إحراز أي تقدم. بقي علي عبد الله صالح 30 عاما يحاصرها بالمعسكرات ويدمرها بالإهمال والمسؤولين الفاسدين، وقتل وهو يدعو لقتلها ولم ينجح، وورث الحوثيون حقده عليها وها هم يموتون على أسوارها. هكذا كتب السفير اليمني في المغرب عز الدين الأصبحي عن مدينة تعز التي تحاول النهوض من جديد، ويضيف في مقال نشره التغيير نت. ترشين فعاليات الرياضة والثقافة في تعز وإحياء المناطق التي حاصرها الموت 3 أعوام انتصار لإرادة الحياة وخطوة موفقة من السلطات والقيادات والأحزاب في تعز. إنما يجري خطوة نحو رأب أي صدع في علاقات هذه القوى لتنهض تعز بمشروعها الذي لن يكون غير قلب كل اليمن. لنبدأ بجدية من أجل وطن يستحق. الانتصارات في تعز ليس فقط في فك حصار ميليشيات الحوثيين وأتباعهم، ولكن في ترسيخ الاستقرار والأمن بالمدينة وإعادة أولق عاصمة الثقافة بعد محاولات مستمرة لجعلها عاصمة للفوضى. وعندما تعود الحياة لمدينة مثل تعز عبر تدشين النشاط الرياضي والثقافي فإنها تبدأ من الخطوة الصحيحة. الحقيقة تقول إن تعز مساحة خضراء ومدينة تنصهر فيها كل المذاهب وتحتضن كل المناطق، وإذا استقرت استقر اليمن كله، فليس هناك أي فرصة لمشروع حضاري يعيد لليمن استقراره ويفتح أفق الأمل إلا إذا خرجت تعز من كبوتها.
نظمت في عدن وتعز تظاهرات للمطالبة بالكشف عن المختطفين في سجون قوات وفصائل تتلقى توجيهات من دولة الإمارات، وفقا لموقع المصدر أونلاين والذي علق: تظاهرات في تعز وعدن للمطالبة بالكشف عن مختطفين في سجون أبو العباس والحزام الأمني. يقول الموقع: نفذ العشرات من أهالي وأصدقاء مختطفين في سجون أبو العباس في تعز وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم المختطفين. وقال بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية حصل المصدر أونلاين على نسخة منه إن ما يقارب 100 مختطف يقبعون في سجون أبو العباس في تعز في الوقت الذي توقفت الحملة الأمنية دون الإفراج عنهم. وطالب البيان بسرعة إطلاق كل المختطفين والمخفيين لدى جماعة أبي العباس وفتح تحقيق بقضية اختطافهم، وكذا التعويض العادل للمختطفين وأسرهم على ما لحقها من أضرار مادية ومعنوية. وأضاف البيان: خيبة أمل أصابتنا حينما أعلنت كتائب أبي العباس رفضها للحملة تحت مبرر عدم استئذانها، وكأن السلطة تحت وصايتها، والأسوأ من ذلك أنها واجهت الحملة بالأسلحة الثقيلة من موقع قلعة القاهرة وغيرها. النشاط الرياضي الذي تشهده محافظة تعز أعاد إلى أبنائها الأمل بإمكانية سير الحياة مجددا رغم كل المحن والصعاب. وعنون موقع المشاهد نت: عودة الروح، ماراثون رياضي اليوم في تعز. وقال الموقع إن مكتب الشباب والرياضة في محافظة تعز نظم ماراثونا رياضيا برعاية وزير الشباب والرياضة نايف البكري ومحافظ تعز محمد أمين تحت شعار عودة الحياة. وكانت المحافظة قد نجحت في إقامة أول مباراة رياضية منذ اندلاع الحرب بين الرشيد والطليعة، وانتهت بفوز الطليعة بهدف دون مقابل. يتابع الموقع بوست: يهدف مكتب الشباب والرياضة بالمدينة لإحياء الأنشطة الرياضية بالمدينة بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات بسبب الحرب. 70 عاما من النكبات. تحت هذا العنوان كتب أيمن يوسف مقاله المنشور في صحيفة القدس عن ذكرى النكبة التي يتردد صداها في عالم العرب بعد 7 عقود مريرة. ويقول الكاتب: 70 عاما على احتلال عكا وحيفا ويافا، 70 عاما من التشرد والقهر ومخيمات اللاجئين والنزوح القسري، 70 عاما من الحروب المسرحية ومعارك السلام العبثية، 70 عاما تخلينا فيها عن يحيى وزكريا وعيسى، ورحلنا عن برتقال يافا وبحر حيفا وسور عكا، 70 عاما انتشرت فيها حقول الدحنون تخرج دون بذور ودون لواقح ودون ماء، يكفي أن تمشي على أرض فلسطين لترى الدحنون يشق الصخر ويطل برأسه ليقول: ها هنا شهيد. 70 عاما على مذبحة دير ياسين واللد والطنطورة والدويمة، 70 عاما من قتل الأطفال وإعدام الشباب وذبح الحياة، 70 عاما من السجن والاعتقالات والتعذيب وحرب الجواسيس، 70 عاما على تهجير أهل الأرض الأصليين والاستيلاء على بيوتهم ومصادرة مزارعهم وحقولهم، 70 عاما مضت تفرقنا فيها أحزابا وفصائل وتشتتنا في بقاع الأرض وأصقاعها، فكنا شعوبا وقبائل اختلف العرب علينا فقررنا ألا ندع لهم علينا سبيلا فانفصلنا عنهم، وطالبنا بحق تقرير المصير كي لا يقرروا عنا، ثم وافقنا على ربع الوطن المسلوب وربع الكرامة الإنسانية في سبيل السلطة ونزاع الكراسي، ولكي ننشد في طابور الصباح نشيد فدائي. 70 عاما يجمعنا الوطن وتفرقنا السياسة، يجمعنا دين الله فلا نكاد نفرق بين مسجد وكنيسة، ويفرقنا ملوك الطوائف. 70 عاما أما آن لشعبك يا فلسطين أن ينتصر وأن يكسر صور الزعامات الكرتونية المعلقة على الحائط بصفة القدسية، ويقوم بتهشيم الرايات الملونة كي تنصهر تحت علم فلسطين. يؤكد أكاديمي يمني متخصص في القانون لموقع ارفع صوتك بأن اليمن ستكون أولى الدول العربية التي تفرض الخمس، فلم يسبق لأي دولة عربية أن فرضت هذا النص في قوانينها. هذه سابقة دينية خطيرة. وعنوان موقع ارفع صوتك: سيشمل النفط والغاز، هل يفرض الحوثيون الخمس في اليمن
وقال الموقع: قنبلة من العيار الثقيل فجرها برلماني يمني منتصف الشهر الماضي بالكشف عن سعي الحوثيين إلى فرض ضريبة الخمس، متهما الجماعة بالسعي إلى نهب ثروات البلاد. وبحسب عضو مجلس النواب اليمني أحمد سيف حاشد، قدمت حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا إلى البرلمان مشروع تعديل على قانون الزكاة والرعاية الاجتماعية سيؤدي إلى فرض ضريبة الخمس. ويشرح الموقع فكرة الخمس وأنه شرعنة نهب 12% من ثروات البلاد حصة لله والرسول وذوي القربى. يفرض التعديل الحوثي أداء هذه النسبة لصالحهم كخمس وليس زكاة على كافة المعادن حتى لو تم إخراجها بالبحث والتنقيب. ويستند الحوثيون إلى تأويلات للقرآن ترى أن الخمس وهو فرض مالي محدد بنسبة 20% يكون تحت تصرف الإمام، يخصص جزء منه لصالح آل البيت الذين يتصلون بالنسب إلى النبي. إذا بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. ذكرت مصادر حكومية يمنية كما تورد صحيفة العرب الجديد أن اللجنة السعودية اليمنية التي وصلت إلى جزيرة سقطرى ستعمل على سحب كل القوات التي قدمت إلى الجزيرة في إشارة إلى القوات الإماراتية. رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر استقبل اللواء أحمد الشهري رئيس اللجنة السعودية اليمنية الموكلة بإزالة التوتر بين الحكومة اليمنية والإمارات في جزيرة سقطرى. من شأن انسحاب القوات الإماراتية أن يمثل انتصارا للحكومة اليمنية التي أعلنت رفضها لما قامت به الإمارات من إنزال قوات عسكرية في سقطرى وطرد القوات اليمنية والمسؤولين في كل من المطار والميناء في سقطرى. التحالف العربي كان قد أكد في وقت سابق وصول قوات سعودية إلى جزيرة أرخبيل سقطرى شرق اليمن في محاولة جديدة لإنهاء التوتر في الجزيرة بين القوات الإماراتية والحكومة اليمنية والمستمر منذ أسبوعين. ونقلت قناة الإخبارية السعودية عن التحالف قوله إن وجود القوات السعودية في سقطرى اليمنية هدفه التدريب والمساندة للقوات اليمنية ويأتي ضمن التنسيق المشترك مع الحكومة اليمنية. موقع راديو وتلفزيون بلجيكا الناطق بالفرنسية عنوان: اليمن 3 أحكام بالإعدام بتهمة التجسس لصالح الرياض. أفادت وكالة أنباء محلية أن محكمة يمنية كبرى يسيطر عليها المتمردون الحوثيون حكمت على 3 أشخاص بالإعدام، منهم 2 بتهمة التجسس لصالح السعودية. وبحسب وكالة سبا التابعة للحوثيين فقد حكمت محكمة جنايات صنعاء على 2 بالإعدام بسبب تقديم معلومات لدولة أجنبية والتعاون مع الدولة المعتدية في المملكة العربية السعودية بين عامي 2015-2016. وأضاف المصدر أنه تم الحكم على 3 بنفس العقوبة لانتمائه إلى تنظيم القاعدة المتطرف. يضيف الموقع بأن الوكالة لم تحدد ما إذا كان الأشخاص 3 حاضرين في الجلسة أو إذا كانوا قد حكموا غيابياً. لن ننتظر 50 عاماً لنعرف كل ذلك. حول هذه الفكرة يدور مقال محمد كريشان الذي خصصه للحديث عن ثورات الربيع العربي مضيفا في صحيفة القدس العربي: لن ننتظر 50 عاماً كاملة لنعرف أن نظام بن علي كان مستبدا وفاسدا رغم بعض نجاحاته الاقتصادية، ولن ننتظر 50 عاماً كاملة لنعرف أن مبارك كان على شاكلته وأنه كان يخطط لتوريث ابنه بعد 3 عقود من حكمه، ولن ننتظر المدة نفسها لنعرف أن القذافي عاث في ليبيا فسادا وسفاهة 42 عاما، أو أن حكم آل الأسد لسوريا امتطى الشعارات القومية الرنانة لتبرير دكتاتورية وحشية، أو أن علي عبد الله صالح لم يفلح سوى في إبقاء اليمن فقيرا معدما وإن كان متماسكا. كلنا كنا نعرف ذلك ولم نكن بحاجة إلى أي كان،
يشرح لنا أو يحلل أن كل ظروف التمرد على تلك الأوضاع نضجت بما يكفي، وأن الناس في هذه الدول ما كان لها أن تفعل سوى ما فعلت، رغم أن جميعها كانت تتمتع بالاستقرار، لكنه استقرار المقابر، على حد وصف رئيس الوزراء التونسي الراحل محمد مزالي عندما كان يتحدث عن تونس معارضا في المنفى. كلنا كنا نعرف ذلك ونعرف اليوم أكثر، لكن ما ظل غائبا عنا ولم يتسرب منه سوى القليل هو حجم ما حصل من تدخلات خارجية في كل من هذه الدول. طبيعة هذه التدخلات وحجمها وأهدافها وسياقها يختلف من بلد إلى آخر، بعضها عربي وبعضها الآخر أجنبي، منه ما هو عسكري ومنه المخابراتي ومنه المالي، منه ما كان لدعم عملية التغيير ولو أحيانا بوسائل ووسائط غير مناسبة، ومنه ما كان للحفاظ على الوضع القائم وإجهاض الاحتياجات الشعبية الغاضبة. ليس صائبا تصوير كل ما جرى في هذه الدول على أنه مؤامرة خارجية صرفة، كما أنه من السذاجة تصوير أن كل ما يجري أو ما زال يجري تم أو يتم بمنأى عن أي عامل خارجي قريب أو بعيد، سابق أو لاحق، كما أن حجم تدخل بعض الدول العربية فيما يعرف بالثورة المضادة يحتاج لكثير من الرصد للشرح وفهم الخلفيات. في حادثة مروعة وبسبب السيلفي كما تقول صحيفة البيان، توفيت طفلة رضيعة في شارع العاشر عندما سقطت من بين ذراعي والدتها لثلاثة طوابق في الأسفل أثناء سيرها على سلم متحرك بمول تجاري. وقيل أن الأم كانت تأخذ صورة شخصية سيلفي مع زوجها في تلك اللحظة ما تسبب في تلك الفاجعة. وبحسب المتسوقين الذين شاهدوا الحادثة، فقد طلب الزوج من زوجته التقاط صورة ذاتية لهما أثناء وجودهما على السلم، ما أدى إلى فقدان توازنها وسقوط طفلتهما. وتظهر اللقطات الطفلة وهي تسقط في الفجوة بين السور الحاجز والسلم المتحرك في مركز التسوق في راجستان شمال غرب الهند. وأصيب المتسوقون بالهلع وهم يسرعون في محاولة لإنقاذ الطفلة، ولكنها ماتت على الفور بعد أن وصلت إلى الأرض. يقول موقع البي بي سي إن محكمة سودانية قضت بإعدام امرأة شابة يعتقد أنها قتلت زوجها بعدما اغتصبها بمساعدة بعض أقاربه. القاضي في محكمة أمر درمان أقر الحكم بإعدام نورة حسين بعدما رفضت عائلة القتيل الدية، وطالبت منظمات حقوق الإنسان بإلغاء الحكم. تبلغ نورة من العمر 19 عاما وقد أجبرت على الزواج وهي في سن 16 عاما، وحاولت الهروب من بيت الزوجية لأنها كانت ترغب في مواصلة الدراسة لتصبح معلمة. وأثارت قضيتها الرأي العام وتفاعلت معها مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انتشرت على موقع تويتر حملة تدعو إلى إنصاف نورة. أما كيف وقع القتل فذكر الموقع: نورة هربت إلى بيت خالتها، ولكن بعد 3 أعوام تقول إنها عادت إلى بيت والدها بعد التحايل عليها، ثم أعادها أهلها إلى بيت زوجها. وبعد 6 أيام تقول إنه استأجر بعض أقاربه الرجال فأمسكوا بها ليغتصبها، وعندما حاول فعل ذلك في اليوم التالي على حد تعبيرها طعنته بسكين فأردته قتيلا وهربت إلى بيت أهلها الذين سلموها للشرطة. أمجد ناصر يكتب عن الصراع الجغرافي والتاريخي وكيف تتشكل الأسماء وتتمسك بتاريخها وقيمتها دون تغيير، ويضيف في المقال الذي نشر في العربي الجديد: الأرض لا تتغير، أقصد لا تغير موقعها، كأن تكون هنا فتصبح هناك. حدث هذا في زمن بعيد جدا عندما انشقت بفعل انهدامات كبرى غمرتها مياه صارت بحارا، فالبحر الأحمر لم يكن بحرا ولم يكن أحمر. حدث صدع أرضي رهيب بين منطقة الخليج العربي الحالية وما يقابلها من أرض في القرن الأفريقي، صارت هنا آسيا وهناك أفريقيا. لكن هذا حدث قبل أن تكون هناك خرائط وتسميات. نحن من سمى المناطق الناشئة عن تصدع الأرض آسيا، أفريقيا، الخليج، السودان، أثيوبيا، الأردن، ولاحقا لاحقا لاحقا السعودية، من دون الدخول في التفاصيل الناشئة عن الانهدام الكبير وتخلخل الأرض وتغيير شكلها. تسميات البلدان حديثة قياسا بعمر الأرض، لكن تظل هناك تسمية أسبق من أخرى، والأمر يتعلق بسكن هذه الأرض وعمرانها على غير صعيد. هناك بلدان أقصد تسميات بنيت الأمس فعلا، وهناك تسميات عمرها آلاف السنين، مثلا مصر
كل الذين غزوا مصر غزوها لأنها مصر. لم تكن مصر شيئا آخر في نحو 70 ألفيات غير مصر التي نعرفها اليوم تقريبا، بيد أن قوما من الذين غزوا مصر لم يتجرأوا على تغيير اسمها ونسبتها إليهم. الممالك غير البلدان، هذا واضح. يمكن أن تسمى مصر في لحظة تاريخية المملكة الأيوبية، غير أنها تظل تسمى المملكة الأيوبية في مصر. اسم مصر غالب على كل ما عداه، لأنه ببساطة أقدم والقادمون إليها أحدث. هذا يقودني إلى أسماء بلدان عربية خلعت عليها في عمرنا أو عمر آبائنا. تطالعنا صحيفة الديلي تيليغراف بصور خلابة قالت إنها حصيلة ما التقطته عدسات مصوروها لهذا اليوم من مختلف أنحاء العالم. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.